تحتوي بعض إشارات المرور على رسوم على شكل أسهم للتحكم في الاستدارة إلى جهة اليمين أو اليسار. بنفس طريقة إشارة المرور الاعتيادية، ستخبرك الأسهم متى يمكنك السير أو التوقف. السهم الأخضر يعني إنه يمكنك فقط القيادة في هذا الاتجاه، لا يمكنك الذهاب إلى الأمام. يعني السهم باللون الأحمر إنه يجب الانتظار حتى تتحول الإشارة إلى اللون الأخضر، حتى إذا لم يكن هناك أي حركة مرور على الطريق. الأصفر يعني توقف. يمكنك الاستدارة فقط إذا كنت قريبا جدا، حيث قد يسبب توقف السيارة المفاجئ في حدوث اصطدام. عند الاستدارة يمينا عند إشارات المرور، ادخل التقاطع وانتظر حتى تتأكد من عدم وجود سيارة تعبر التقاطع، ثم استدر بأمان. إذا كنت في مسار متحول، يجب ألا تتقدم. عندما يكون شرطي المرور يعمل عند التقاطعات، يجب عليك دائما اتباع أي توجيهات يعطونها لك. تظهر العلامات المضاءة أو الإشارات عندما تكون الاستدارة إلى اليمين أو اليسار ممنوعة. هناك بعض المناطق تسمح لك بالاستدارة في أوقات معينة خلال اليوم. عندما يتم عرض الأوقات التي يسمح فيها بالاستدارة على سبيل المثال من 7 صباحا إلى 10 صباحا، فإنها تظهر عند تطبيق الإشارة. إذا لم تكن هناك فترة زمنية محددة، فإن العلامة تطبق في جميع الأوقات.